وعليكم السلام، أهلا أستاذنا. حياكم الله جميعا. طيب هلا اليوم المحاضرة الرابعة اللي معنا، تمام، أو الثالثة. أخذنا أول محاضرة تعريفية، الثانية أخذنا على الكانفا، والثالثة أخذنا الدرس الماضي عن برنامج الفيديو، تمام. اليوم كمان حناخد فيديو، حنحكي عن برنامج البي إن شاء الله اليوم. فهلا حشارك معكم الشاشة إن شاء الله مباشر. اليوم المحاضرة كتير بسيطة، ما في شيء، جدا بسيطة وسهلة. وبرنامج البي إن اللي حنحكي عنه تطبيق هو مجاني، كمان تقدر تنزله على تليفون، على الأندرويد ولا على أجهزة الآيفون، تمام. فالموضوع كتير سهل إن شاء الله. هلا المحاضرة الماضية اللي ما حضر، التسجيل موجود، بيبعث لكم إن شاء الله على المجموعة، تمام. فاليوم رح ناخذ هاي المحاضرة البسيطة إن شاء الله وننهي. بيبقى بدنا نحتاج، قد نحتاج محاضرة واحدة بس مشان نحكي عن موضوع الصور على التليفون، يعني هيك كون أخذنا الكامبو حكينا فيه عن الصور وعن الفيديو، تصميم الصور وتصميم الفيديوهات البسيطة. حكينا الدرس الماضي عن برنامج الكاب كات، تمام. الكاب كات كمان برنامج خاص بالفيديو. احنا كمان اليوم فيديو، بضل معنا درس واحد ان شاء الله لموضوع الصورة، تمام. طيب حد عنده اي شيء، اي سؤال قبل ما نبدأ بدرس اليوم؟ اي مشكلة عم بقولي تبرس استاذي، ما في شو تبرس؟ تمام. او سناب سيد او سبيد، تمام. هدول برنامج الصور، هدول معنا اخي، بس المحاصرات ما نزلت. ها هلا الفوتوشوب يا دوب من اخذنا فيه شوي ما كملناها، فحنرجع نعيد الدرس ان شاء الله. الدرس القادم ان شاء الله ممكن نرجع نعيد، حيكون معنا اخر درس الدرس الجاي، فحنرجع نعيد ان شاء الله فوتوشوب اكسبريس، ونحكي عن الصوره بشكل عام، وبحيث انه تكون هيك المحاضرات يعني مجزاه ومتكامله ان شاء الله. فرح نحاول الدرس القادم ان شاء الله نعطي عن فوتوشوب اكسبريس وعن تطبيق ثاني للصور خاص بموضوع تصميم الصور على الهاتف. طيب الله يعطيكم العافية. هلا حشارك الشاشة. هلا هي الشاشة ظاهرة عليكم صحيح؟ معنا شباب؟ ايه صحيح، ظاهرة الشاشة. تمام. ايوه استاذنا معك. تمام الله يعطيكم العافية. طيب هذا نحن حنحكي عن اليوم عن برنامج الـ VN اللي هو هاد، تمام. حكينا درس الماضي عن هذا البرنامج، درس الماضي حكينا عن الكاب كات، عن البرنامج اللي جنبه اللي هو هاد، تمام. اليوم حنحكي عن الـ VN ان شاء الله لموضوع الفيديوهات، تمام. حكينا كمان عن الكانفا. هلا الدرس القادم ان شاء الله اللي هو اخر درس حنحكي، حنحاول نحكي عن فوتوشوب اكسبريس، عن هذا البرنامج، تمام. وممكن نحكي شوي عن سناب سبيد، تمام. هذول برنامجين لتصميم الصور، واللايت روم كمان لتصميم او لتعديل التصوير او الاضاءه. فعندنا هذول الاربع برامج اللي جنب بعضهم لتحت اللي شايفينهم هون، تمام. هذول الاربع برامج اللي جنب بعض، هذول حنحكي عنهم ان شاء الله لموضوع تصميم الصور. طيب هلا نحن اليوم حنحكي عن برنامج البي ان اللي هو هذا البرنامج. فتحت انا هلا برنامج البي ان. لما تفتحوا انتم البرنامج دائما هو حيعطيكم يعني مثل عادة تسجيل دخول، بتكبسوا على هون تحت اسفل شيء، تمام، مشان تسجلوا دخولكم على البرنامج. بعد ما تعمل ايميل وتسجيل دخول هيعطيك هو هاي الواجهه، تمام. ممكن يعطيك خيارات، اسمه في اسمه تمبلت او ستوري، مثل هون ستوريز، في اسمه تمبلت، في اسمه ووركس. هدول يعني بيكونوا صفر لما بدكم تشتركوا فيهم، لكن يفضل ما تستخدمون، يفضل فورا تروحوا على انيو. شايفين تحت معي إشارة زائد، هاي الإشارة اللي هون إشارة زائد، أنا هكبس عليها هلا، تمام. هلا هعطي نيو بروجكت، تمام، نيو بروجكت. في عندي هون حلاوته البي ان انه بيعطيك توتوريال تعليمي، تكبس من تحت انت هون بالقائمة التحتانية، ممكن تعطي انت توتوريال، ف بيعطيك شو اسمه انك انت تقدر تتعلم فيه على هذا البرنامج. طيب انا هلا هعطي نيو بروجكت، هكبس بالنص على هذا المربع الازرق اللي هون، هعطي نيو بروجكت. هون عندي خيارات فيديوهات،
فأنا رح أحدد كم فيديو من عندي من الاستوديو، تمام؟ مثلا بهذا الشكل، هدول مثلا ثلاثة حاليا بكفوني. هلا حأعطي أوكي، تمام. بعد ما اخترت الفيديوهات بتأكد أول شغلة إنه الفيديوهات صاروا عندي على التايم لاين. عندي هلا هي المساحة تبع العمل، نحن هي بنسميها عادة بالمونتاج هي بنسميها التايم لاين بكل البرامج سواء على الكمبيوتر أو على التليفون. طيب التايم لاين في عندي قوائم تحت آخر شيء أسفل شيء، تمام، محل ما مكتوب التيمبليت والفلتر والسبيد والسبليت وغيره، تمام. وفي عندي هون محل الفيديو، هون بيعطيني الفيديو اللي حاططه. في عندي هون إشارة اللي هي الصوت، أنا مثلا لما أشغل هلا تمام عم بيطلع لي صوت الفيديو. فأنا هلا ممكن إذا كان بدي أنا مثلا أضيف موسيقى مع الأيام ممكن أكبس على خيار إنه لا الصوت يلغي لي إياه أو أخفي لي إياه بشكل كامل، تمام. هاي بعد ما أضفنا الفيديو على الهاتف أو على البرنامج. طيب أنا هلأ أول شغل بيساويها كالعادة، تمام، اللي هي أول شيء لازم أساوي أنا دائما أخفي صوت الفيديوهات إذا كان ما بدي إياه، تمام. ثاني شغل لازم أضيف موسيقى، فأنا هلأ حروح على في عندي فوق خيار اسمه Add Music، أول شيء تمام إشارة موسيقى كبست عليها، تمام. شباب المايك أي تخصص؟ خلص الكمبيوتر المايك يا شباب في جامعة اسطنبول. لا بشو اسمه فاتح سلطان، اخواننا المايك بس لو سمحتوا شباب ترونا. طيب نكمل الشباب الشبكة لو سمحتوا تسكروا المايكات. طيب نكمل المحاضرة يا شباب. هلا بعد ما ضفنا الفيديوهات حكينا هون، تمام، في عندي اول خيار اللي هو خيار الميوزك حك بس عليه. فانا ممكن بامكاني اسجل صوت اذا كان انا حابب اسجل صوت معين بعطي ريكورد. في عندي هون خيار حلو هو بالنص اسمه ساوند افكت، انا مثلا بدي اعمل انتقال او بدي احرك ايقونه او شيء ممكن اضيف ساوند افكت من هون. لكن هلا بشكل عام طبعا نفس ما قلت الثلاثه انا حضيف هلا للميوزك. خليني اختار اي موسيقى من هدول، مثلا دايناميك فرضا، تمام. خليني مبدئيا اختار اول وحده مشان نجرب، انتم اختاروا اللي بدكم اياها، انا هختار اول موسيقى، تمام. بعد ما حملتها يعطيني يوز، حاعطي يوز، تمام. هون ممكن انا اعطي بعد ما اختار موسيقى يعطيني خيارات كثير حلوه، تمام. اول شيء الصوت، مستوى الصوت انه انا بدي اياه طبيعي مثل ما هو موجود بالموسيقى 100% ولا اقوى ولا اكثر. ممكن انا اذا كان موسيقى شوي هادي عليها، تمام. في عندي خيارين اللي هن الفيد ان والفيد اوت، هدول جدا مهمين. الفيد ان والفيد اوت، هلا الفيد ان بالعاده بيكون بالموسيقى، لكن الفيد اوت بالعاده انا اذا كنت عم بقطع الموسيقى لازم استخدمه. شو هو الفيد ان والفيد اوت؟ الفيد ان والفيد اوت اللي هن خيارات انه انت الفيد ان انه تبلش الموسيقى شوي شوي تعلى مشان ما يكون في قطع او كت بالصوت، تمام. انا اعطي مثلا ثانيتين فرضا، تمام. الفيد اوت انه لما تنتهي الموسيقى تنتهي خلاص انه شوي شوي، انك ما تنتهي كمان هيك تكون قطع فورا، لا تنتهي مثلا نحن بنسميه بالعربي تلاشي، تلاشي الصوت، تمام، شوي شوي. فانا ممكن اعطيه كمان اخر مثلا 3 ثواني. الموسيقى كثير طويله فانا راح خليها مثلا ل 30 ثانيه فضان، حاعطيه هلا صح، تمام. طيب هذا لما اجي اشغل انا مثلا المقطع هذا بدي اخليه كله. هلا في عندي انا اذا حبيت حنجي هلا على الفيديو بعد ما ضفنا الموسيقى اول شيء. هلا حنرجع لموضوع الفيديوهات. اول شيء فيديو خليني مثلا اختار موضوع الحجم، تمام يا شباب. ممكن انا اعمل زوم هيك اكبر او صغير حسب الشيء اللي بدي اياه، تمام. لا انا مثلا خلاص بدي اياه هيك مثل ما هو، بخلي كبست عليه صار مشي حال، تمام. في عندي بأعلى الشاشة اللي محلها مكتوب أورجينال، أعلى شيء فوق أورجينال، لما كبست عليها أعطاني أكثر من خيار، تمام. أعطاني خيار 16.9 اللي هو HD أو Full HD، تمام. أعطاني خيار واحد النقطتين واحد، هذا خيار المربع مبين أصلا من أشكال المستطيلات اللي هن حاطينها. 4.5 اللي هو 1080 1350، تمام، كبكسل.
9.16 هو الستوري او اللي بيستخدموه على التيك توك او الريلز بشكل عام، تمام. وعندي اكثر من خيار موجودين بقيه الفيديوهات، انا بختار الحجم الانسب. انا مبدئيا فضل ممكن اختار هذا الخيار او ممكن احطي مربع مثلا او هذا الخيار، فانتوا حسب الخيار اي حجم بدكم اياه تكبسوا من هون. انا كيف طلعت هاي من فوق، كان انا في عندي هيك اوريجينال هاي الكبسه، كبست عليها واخترت الحجم اللي بدي اياه. انا مثلا هختار هذا الحجم مبدئيا. طيب نرجع للفيديو، خليني كمان كبره شوي عشان يكون عندي بهذا الشكل، تمام. هلا كمان لازم اعدل حجم الفيديو اللي بعده، حاجي كمان على الفيديو اللي بعده واعدل على الحجم الخاص فيه. طبعا انا ممكن هون ارفع او نزل حسب اللقطه اللي بدي اياها، انا مثلا بدي لقطه بهي الطريقه اللي هون، تمام. احرك كمان حاجي على الفيديو اللي بعده وراح كبر بهذا الشكل، راح ارفع شوي واعطيه اوكي، تمام. طيب هلا انا عاد اخترت الحجم الفيديو واخترت الموسيقى واخترت الفيديوهات اللي بدي اياها. انا الفيديو مثلا هذا ما بدي اياه كامل، انا ممكن اقطع الفيديو بشكل هذا الشكل، تمام. مجرد ما اكبس على الفيديو وحرك السهم هذا اقطع لي الفيديو على حسب انا الثانيه او الثواني اللي بدي اياها، تمام. بهذا الشكل اقطع انا الفيديو. طيب انا خليني اقطع الفيديو هيك بهذا الشكل اللي هون، كمان حاجه لهذا الفيديو واقطع بهذا الشكل فرضا، ولهذا الفيديو كمان خليني مثلا اقطع الفيديو هيك. طيب انا هيك مثلا مناسب. الافضل مثل ما حكينا الدرس الماضي يا شباب انه انا لا اذا كان عندي موسيقى، تمام، على هي القفزه الموسيقيه تتذكروا حكينا الدرس الماضي، تمام، يكون في عندك انت انتقال بين الصور او ترانزيشن. فانا حلقي اجي هلا على هدول الفيديوهين فرضا في عندي اشاره زائد بالنص، حاكبس على اشاره الزائد، تمام، اعطي انتقال مثلا هيك. مثلا نختار فرضا هذا، هذا جميل على هذا الموسيقى. أو سرع المدى تبعه من هذا، ممكن هذا كمان. طيب هلا أنا عجبني هذا، أوكي تمام، شايفين لحاله حط لي شكل الفيديو. فأنا صار عندي هون ترانزيشن بين المقطع والمقطع. طيب هلا خلينا نشوف شو عندي خيارات ثانية. هلا هذا المقطع اللي أنا ضفته، تمام، فهنا تحت اسفل الشاشه في عندي كثير خيارات، في عندي تمبلت، في عندي فلتر، سبيد، سبيد. هلا التمبلت شيلونا منه ما بدنا اياها، خلينا مثلا نروح على الفلتر. الفلتر مثلا اذا كان انا مثلا في عندي الوان الفيديو مثلا، ها مثلا هذا الفلتر الجميل بيعدل لي الوان الفيديو اللي عندي اياها، سواء كان عندي صوره او فيديو او اي شيء بدي اياه، تمام. طبعا في عندكم اكثر من خيار ممكن تختارون انتم. مبدئيا احنا انا فرضا عجبني هاد او هاد، خلينا الألوان تكون شوي طبيعية، هات مثلا أعطي أوكي، تمام. في عندي خيار ثاني اللي هو سبيد، هات ببطئ لك وبسرع لك الفيديو، هذا الخيار، تمام. شايفين لما نزل أنا هدول النقاط تحت ببطئ لي إياها. أنا ممكن مثلا ببطئ من هون وأقول له سرع لي إياها من هون، بعد هالنقطة هاي سرع لي الفيديو، من هون بطل لي من هون سرع لي. انت تتحكم بالنقاط هاي حسب الفيديو او حسب الشيء اللي بدك اياه انت ضمن النص، يعني الفيديوهات اللي عندك اياها، تمام. تسرع الفيديو بشكل يدوي، تمام، من الفاضل تحدد انه مثلا انت مقدار السرعه اللي بدك اياها، تمام. من هون انت مثلا البطء اللي بدك اياه ترجع لهون، ممكن تخليه طبيعي، حنرجع على سبيد، تمام، وتكبر وتصغر النقاط هي او الفريمات او اي شيء شو بتسمون اللي بتكون اياه، تمام. هاي بالنسبه لموضوع تسريع تقطيع الفيديو، انا فرضا بدي اياه مثلا بهذا الشكل.
لازم انا اضيف انتقال فحيجي على قال هذا أتو جميل أو زوم ممكن فهم غير أوكي هلا طبعا هلا هون في عندي كم قفزة موسيقية هذول مثلا هون في عندي قفزة موسيقية فرضا تمام فأنا بس أنا ما بدي أقطع المقطع أنا المقطع بدي أنا نفس مثل ما هو يضل بدي المقطع يخلي يبقى على حاله ما بدي أنا أجيب مقطع تاني فأنا في عندي خيار تحت هون اسمه split المقص إشارة المقص كبست عليه شو سوى هو بقص لي نفس الفيديو اللي أنا فيه الفيديو نفسه قص لي إياه صاروا فيديوهين وحط لي لحاله انتقال نفس الانتقال أنا أخذه سابقا الانتقال طبعا هذا ممكن غيره أنا إذا حبيت غير الانتقال اللي هون ممكن خليه هيك فرضا تمام فبالحالة شو صار أنا عندي هون صار في عندي فيديو نفس الفيديو موجود هون لكن أنا داخل الفيديو الواحد اللي عندي هون في عندي مثلاً انتقال أو حركة تمام؟ طيب هون مثلاً أنا إمكاني أوصل الفيديو بهاي الطريقة هاي ما بنيها ممكن نسوي يدوية تمام؟ في عندنا خيار كمان مثلاً خلينا نشوف هذا الخيار كتير حلو هدول أعطيه صح أوكي هلا أنا مشغل هذا الخيار أعطاني كتير حلو على الموسيقى أنا مثلا عندي موسيقى حتى هون ممكن استخدمه أنا مستخدمه تلقائيا فأنا راح أكبر بس المدة تبعه شوي تمام راح أعطيه لأ أوكي كمان لسه بده شوي هلا اشغل هاي بالنسبه لهدول الخيارات اللي عندي هون اسبلها طبعا البرنامج كله البي ان عباره بس عن هدول الخيارات مو اكثر في عندي طبعا خيارات ضفيفه يعني هدول حنحكي عنهم كمان لكن البرنامج هو هاي الواجهه وهون انت بتساوي كل عمليه المونتاج اللي انت بحاجتها من هاي الطريقه هون في عندي خيار ديليت انا هون ما بدي اياه تمام اكستراكت اوديو هذا لتصدير الصوت تمام كن انت هون تصدر صوت من هون انا هاي الخيار ما بدي اياه ما هستخدمه حاليا تمام هون الفوليوم انا اخترته بالبدايه الموسيقى تمام الباك جراوند البي جي هاي هون اذا انت كان عندك تختار انت مثلا كلر معين لون مثلا معين طبعا انا عندي هون ما حيبين معكم ليش لانه شايفين لما بعد الفيديو حيبين معي تمام ممكن اختار انا مثلا تدرج لوني او اختار لون ثابت لكن هي انا ما افضل تختاره اذا كان في انت عندك فيديو يفضل ما تستخدمه للباك جراوند تمام طيب هاي كمان اختار انت مساحه العمل او البوردر كمان يفضل هاي ما تلعبوا فيهم خلاص انت بالنهايه عندك فيديو دائما الفيديو القاعده الاساسيه يفضل يكون مغطي الشاشه يعني مثلا ما يكون مثل ما حكينا ضفناه قبل شوي يكون بهذا الشكل لا خليه دائما يكون مغطي الشاشه للفيديو طيب في عندي هلا هاد خيار حلو هلا هون بلشنا خيارات حلوه الكروب هو قص الفيديو انا مثلا بدي قص الفيديو فرضا اعمل له زوم اوت مبينه كثير سهله فانا انتم حسب شيبكم اياها في عندي خيار ثاني جنبه اللي هو الميرور مثلا خلينا نشوف انا هون بهذا الشكل تمام لما اكبس على الميرور شو صار عندي هون عكس لي اتجاه الفيديو تمام كبست على الميرور عكس لي صورة الفيديو الاتجاه الثاني يعني كانت مثلا كان المنظر على اليمين لما كبست ميرور سوالي اياها على اليسار ميرور يمين ميرور يسار تمام في عندك خيار ثاني اللي هو الفليب مثلا حاجة على هاي المي تمام شايفين كيف شوفوا كيف عم تنزل المي بهذا الشكل حاعطيه هلا فليب شو سوى قلب لي الفيديو بالعكس الميرور بقلب اياها اتجاه يمين يسار الفليب فوق اسفل واعلى تمام فهو اعطاني اياها بهذا الشكل أنا راح أرجع مثل ما كانت في عندنا خيار اسمه الفيت خلينا نشوف شو هو هاد بيعطيك يا أنت بيعبي لك يعني بيرجع الفيديو لحجمه الأصلي تمام
وبيحط لك طبقة تانية ورا الفيديو بغبش لك إياها مشان ما يطلع عندك سوائل. في عندك خيار تاني اللي هو الأوباسيتي كمان آخر شيء اللي هو الأوباسيتي اللي هون، هاد بقلل لك شفافية الفيديو أو بحط لك إياها أنت مثلا حسب الشفافية اللي بدك إياها. طيب الزوم هون لحاله بيعطيك حركة للأخر، في عندك مثلا فيديو ثابت أو كده ثابت بتعطيه أنت مثلا زوم إن، في عندك حركة فيديو شوي شوي يعني هاي حركة جميلة نوعا ما أو تفرضها تمام، فبيعطيك أنت خيار غير حركة الفيديو داخل حركة الفيديو يعطيك حركة كبيرة داخل الفيديو تمام. خلينا نشوف الريفيرس شو بيساوي لي، نستنى عليه شوي. لاحظتوا ايش صار هون بالريفيرس يا شباب؟ كانت المايك تبع المي، المي اللي كانت عند اول شيء المي، حركة المي كانت اسفل، فانا لما كبست هذا الخيار اللي هو ريفيرس شو سوى لي؟ عكس لحركة المي صارت لاعلى تمام؟ فكانت المي عم تنزل لتحت، لما كبست هذا الخيار اعطاني المي خلاها تطلع لفوق، يعني عمل هذا الخيار او تاثير هون او افكت كثير حلو. انا ممكن اعمل فيه مؤثرات بصريه حلوه للمي للمشي لاي شيء اذا عم تعطيه هذا الخيار ريفيرس تمام، مثل ما شفنا هون فهو عكس لي حركه المي، فانا هلا حاعطيه رجوع تمام. المي كانت هيك اعطيته ريفيرس صارت المي هيك هذا الشكل، هذا خيار جميل بيعطيك تاثير حلو. انت اذا حبيت ترجع تعطيه مثلا رجوع للوراء او كنترول زد على الكمبيوتر فعندك هذا السهم اللي هون اللي جنب التشغيل والتوقف تمام. طيب في عندنا هلا اخر خيارين تمام، مثلا الفريز هذا بياخذ لك لقطه شاشه، لاحظوا معي هون، لاحظوا معي هون بعد هون راح كبر شوي. انا لما اجي لهون فرضا حاعطيه هلا فريز، فهو اخذ لي هي اللقطه من هذا الفيديو وحط لي اياها كصوره تمام، حط لي اياها كصوره داخل مساحه العمل تمام. بامكاني انا كمان اعطيها هلا زائد مثلا زائد زائد واعطيه انتقالات لهدول الصور، لكن هو اخذ لي اللقطه. فانا مثلا اذا كان بدي اخذ لقطه شاشه مثلا معينه او لقطه حركه الفيديو فرضا، انا بدي اخذ لقطه تبع هي الحركه مثلا، فانا بيجي لهم بعطيه فريز تمام، خلص هو اخذ لي اياها كصوره وحط لي اياها لحال تمام. في عندنا خيار اللي هو الفورورد، او موشن بسيط مثلا رح خليه هيك اعطيه اوكي مع التأثير اللي صار مثل كأنه بينسخ لي المقطع، وانا اعطيته شوي بلور الضبابية وحرك لي اياها. هاي بالنسبه للخيارات الموجوده عندي اسفل الشاشه كثير سهله ما فيهم شيء تمام، جربوهم واحد واحد، موضوع جدا بسيط يا شباب. الموسيقى حكينا عنها من هون، عمليا البرنامج هو هذا، هو مساحه العمل هي من هون تختارها مثل ما حكينا. انا مثلا بختار للتيك توك فرضا، للانستغرام، لاي مساحه بدي اياها، لليوتيوب فرضا مثلا يكون اتش دي او اتش دي اورجينال الفيديو عادي او هو الاوريجينال حسب قياس الفيديو اللي ضايفه تمام. انا مثلا بدي اياها للتيك توك فرضا او للانستغرام، اختار مساحه العمل اللي بدي اياها، موسيقى اضيفها من هون مثل ما حكينا تمام. هلا في عندي شغله اللي هي مثلا النص، والحلو هون بالفي ان البرنامج الماضي الكاب كات اللي حكينا عنه مشكلته انه ما كان بضيف لغه عربيه، ما في لغه عربيه، في بس لغه انجليزيه. لكن الفي ان ليش نحن نفضل دائما نسوي فيديوهات على الفي ان على الموبايل؟ لانه الفي ان بيعطيني خيار كتابه اللغه العربيه. فانا هلا حاجي لهون على حرف التي اللي تحت الموسيقى، كبست عليها، بامكاني اعطيه مثل كمان الكاب كات في عندي تايتل تمبلت جاهز تمام. في عندي نص انا مثلا فرضا خلاص بس بدي اكتب، بختار مثلا الطريقه او النمط اللي بدي اياه مثلا بهذا الشكل. هلا حاكبس هون، خليني اخددهم كلهم اول شيء، حاكبس مثلا تدريب الفيديو اوكي تمام. خلاص انا اضيف للنص تدريب فيديو، حاجي لهون تمام.
مثلا ممكن اعطيه هيك بهذا الشكل تمام. فانا هيك حركت النص، لاحظوا معي ايش صار معي. اعطيه هلا اوكي. كيف سويت الحركه؟ كثير سهله، بس حارجع الى هون، حارجع اضيف نص تايتل مثلا، خليني اختار فرضا هالمره بهذا الشكل، بس مجرد ما اكبس هون اكتب مثلا اي شيء، مثلا شبكة ريش شرق اوكي تمام. في عندي هون بالخيارات في عندي شيء اسمه مثلا فرضا موشن، كبست على الموشن اللي هون، انا بلش حطيت السهم، حاعطيه السهم هاد تمام. ممكن اعطيه هيك، ممكن اعطيه بهذا الشكل، ممكن بهذا الشكل. انا مثلا حاعطيه السهم، هو كتير حلو جميل. لما اكبس عليه كبس طويلة، انا مثلا بدي اطلع من اليمين او من اليسار او من تحت، فانت بتضلك كابس كبس طويلة على هذا الخيار، بغير لك الاتجاه. كبس طويلة غير لي اتجاه النص. لاحظون في عندي اربع نقاط، فانا لما اكبس عليه كبس طويلة مثلا صار عندي بهذا الشكل. هلا حاجي لهون، رح احرك شغل الفيديو، تدريب فيديو. صار عندي فيديو مع نص بشكل جميل جدا تمام. ممكن كمان اعطي خيار ثاني اللي هو مثلا تمبلت لحاله، في تمبلت جاهز مثلا فرضا هاي فلوج 1، كمان كبست عليها كمان تدريب او فيديو او اي شيء مثلا اوكي، حاطي اوكي كمان. عندنا النص او فيديو بهذا الشكل. بعدين اخر شيء من السهم الازرق اللي عندي هون فوق، ممكن اعطي انا تصدير، بعطيه اكسبورت تمام. ممكن انا اذا كان بدي احفظ بدقه عاليه بفعل هذا الخيار او ما بدي فعله تمام، فانا ما بدي فعله، حاعطيه رجوع، بعطيه بس اكسبورت لحاله بصدر الفيديو بشكل كامل تمام. هاي بالنسبه يا شباب لا برنامج ال في ان. حدا عنده اي سؤال؟ عم تسمعونا شباب؟ بارك الله فيك أستاذي، مشكور جدا. ولكن معلش عندي سؤال واحد، هل نقدر ندمج فيديوين على بعض أستاذي؟ طبعا يعني في إمكانية أني ندخل الفيديو على الفيديو، يعني أن نخفف الصورة تبع واحد وواحد نقويها الصورة إذا مدمجات مع بعض؟ طبعا طبعا هرجع الشاشة ظهر عنكم ولا لا؟ طيب الشاشة ظاهرة عنكم يا شباب؟ طيب اوكي نحن سويناها بجميع الاحوال، سويناها على التطبيق قبل شوي، لكن حارجع هلا نرجع نعيدها تمام. حاجي لهون، بقدر رح كبر الفيديو بهذا الشكل تمام. انا بلحن شو سوي الحالة، راح اجي مثلا على اخر الفيديوهات حاعطي خيار قص مثلا هاد سبليت تمام. اجي لهون في عندي مثلا الاوباسيتي، خيار شفافية مخفف الشفافية، او انا الافضل ان انا شو ساوي، اعطي انتقال فورا بين هاد وبين هاد. حاجي لهون كبست عليه طيب مثلا حاجي لهذا المقطع، هذا المقطع كبست على المقطع. في عندي خيار مثلا البلور هاي هذا المقطعين، خليني اورجيكم هذا المقطع ثاني يكونوا مختلفين عن بعض، فرضا بين هاد وبين هاد، ها بين هاد وهاد عفوا، عشان يبين معنى التأثير. كبست إيش
جولف من هون. اعطي اوكي. فلحاله دخل لي اياها بشكل شفاف. تمام. اعطاني اياها بشكل شفافية لهذا الفيديو. هل هو كان سؤالك ولا كيف؟ ايه تمام مشكور استاذي، هو هذا السؤال. جزاك الله خير وشكرا جزيلا. وياكم. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ هلا البرنامج فيه صور في فيديو، تمام، مو بس في فيديو او في صور، لا في برنامج صور في فيديو. الله يعافيكم جميعا يا رب. اللي عم يسألني على الشات انه برنامج في صور او فيديو، في اثنين، بتضيف صورة او فيديو انت من البداية. لما تعطيه نيو بروجكت لحاله بتضيف انت كل الفيديوهات اللي بدك اياها، سواء صور او فيديوهات او اي شيء. طيب هلا انا لحد هلا بكون خلصت محاضرتي. درسنا اليوم كثير بسيط، ما في شيء، تمام. هو مجرد بس كان نحكي عن هذا البرنامج، حكينا عنه بشكل كامل، كثير بسيط جدا، ما في اي يعني شيء صعب. في نص بالعربي، تقدر تضيف فيديوهات، في انتقالات، في موسيقى، في ترانزيشن، في افكتات، في كثير شغلات حلوه ومجاني بالكامل، يعني حلو. في طبعا في منه قسم مدفوع بيعطي خيارات اضافيه اكثر، لكن الخيارات اللي حكينا عنهم او اللي بنحتاجهم حتى نحن نقدر نساوي فيديو على الموبايل، تمام، هي كلها عباره عن خيارات مجانيه، ما في اي دفع. فالموضوع كان كثير حلو، كثير بسيط. انا هيك خلصت محاضرتي اليوم، اعطيكم الف عافيه يا رب. اذا حدا عنده اي سؤال تفضل. شكرا استاذي، بارك الله فيك، جزاك الله الف خير، ان شاء الله مشكور جدا. حياكم الله، اهلا وسهلا.